الرسول صلى الله عليه وسلم دخل من منطقة كداء التي هي بعد منطقة طوى، دخلها صلى الله عليه وسلم ونزل منها من ثنيتها. الثنية هي التي نسميها نحن الآن العقبة التي تكون في جبل الطريق، في الجبل لما يصعد الإنسان ثم ينزل. الرسول صلى الله عليه وسلم من ثنية كداء، كداء هذه التي يقول فيها حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه: عدمنا خيلنا إن لم تروها تثير النقع، أي الغبار، موعدها كداء، أي أن خيولنا ستأتيكم وستفتح مكة، وموعدها كداء أي مدخل مكة، وهو الذي دخل منه النبي صلى الله عليه وسلم. إذن دخل من كداء، إلا أنه خرج من كديه، من أسفل مكة. هذا الدخول من موضع والخروج من موضع آخر كان هديا يقتفيه نبينا صلى الله عليه وسلم. الأماكن التي فيها جهتان للدخول وللخروج، الرسول صلى الله عليه وسلم كان من هديه أنه لا يدخل ويخرج من الجهة نفسها ما دام ذلك متاحا، بل إنه يدخل من جهة ويخرج من جهة. هنا ثابت عنه أنه دخل من كداء من أعلاها، وخرج من كدي من أسفلها. وثبت عنه كما سيأتينا أنه دخل عرفات من جهة وخرج منها من جهة أخرى، مع أنه في كل الأحوال إنما يأتي من منى ويرجع إليها، ومع ذلك غير في الطريق صلى الله عليه وسلم. وأيضا كان يغير في الطريق في يوم العيد، يذهب من جهة ويرجع من جهة أخرى. هنالك خلاف بين أهل العلم، ماذا يفعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا؟ ولهم أقوال متعددة قد لا تكون تعنينا كثيرا الآن، لكنه هدي ثابت عنه صلى الله عليه وسلم أنه يخالف في الطريق ما دام ذلك الأمر متاحا، وما دام يمكنه أن يخالف في الطريق صلى الله عليه وسلم. حينما نقول إنه دخل من أعلاها وخرج من أسفلها، هنالك أناس قد يقولون إن الوضع الآن لا يتاح لكل أحد، وإن هذا الدخول من طريق وإن الخروج من طريق أخرى هو أمر قد يكون وقع اتفاقا للنبي صلى الله عليه وسلم. أقول نعم، قد يكون وقع اتفاقا وغير مقصود له صلى الله عليه وسلم، لكن هناك أنفسا بلغت بها هممها أنها تريد أن تلتزم بصغار الأمور وكبارها. ونحن لن نخلي كلامنا هذا بإذن الله من إرشاد لهؤلاء، وإن كنا لم نلحق بهم في صلاحهم وتقواهم وتتبعهم لآثار النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لن نكون أقل من أن ندل على خطاه، وإن لم نترسم ذلك الخطاه. والصالحون في هذا الشأن كثيرون، يعني قد لا نصل إلى تفكيرهم وإلى مستواه في تتبعهم هذا. يخبرني أحد فضلاء الصالحين الثقات يقول إنه كان أبوه منوما في شيء من المصحات معنا هنا في عمان، فجاءه زائرا الشيخ الحارثي، الشيخ سعيد بن محمد الحارثي رحمه الله تعالى وأكرم نزله، جاءه زائرا لأبيه في المشفى. فبعدما خرج من الزيارة وأنهى تلك الزيارة، يخبرني هذا يقول إنه خرج مع الشيخ الحارثي رحمه الله تعالى مشيعا حتى يخرج إلى مواقف السيارات ثم يرجع بعد ذاك. فسلك الشيخ الحارثي رحمه الله تعالى مسلكا آخر غير الطريق الرئيس الذي يدخل الناس ويخرج منه وهو معبد مهيئ للدخول، إلا أنه رحمه الله تعالى سلك طريقا آخر، سلك طريقا ضيقا غير معبد غير معتنى به، كان طريقا يعني لا توجد به بعض الأسباب التي تعين الإنسان على المشي، فهو غير معد لسلوك الناس. يخبرني هذا الرجل الصالح وابن الشخص المنوم يقول: قلت للشيخ الحارثي رحمه الله تعالى: هذا الطريق أفضل، الطريق الآخر مكيف وهو طريق نظيف وطريق ليس به شيء يعني يؤذي الإنسان. فالشيخ الحارثي يقول لي: لا، أنا سأسلك هذا الطريق. يقول: أصررت عليه، والشيخ الحارثي يصر أن يسلك الطريق الآخر الذي غير معبد. يقول: أنا من حسن نية أريد أن يسلك المكان الأريح له، أريد أن يسلك المكان الأبعد عن المشقة والحرارة والغبار ونحو ذاك، إلا أنه أصر. يقول: ففزت عليه
وأكرهته على أن يسلك الطريق الآخر، الطريق المهيئ المعبد. فالشيخ الحارثي رحمه الله تعالى نزل عند رغبته حتى لا يحرجه، لأنه حريص على مصلحته. يقول في آخر الطريق: أخبرني وقال لي يا فلان إنني كنت مصرا على سلوك الطريق الآخر حتى ألتزم هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لأني دخلت من هذا الطريق وأريد أن أخرج من طريق آخر لألتزم بهدي النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان يغير الطريق. أما وقد أخبرتني بهذا، أنا ما كنت أريد أن أشق عليك وأدخل عليك الحرج، ولكن قلت ألتزم، لكن في المرة القادمة دعني وشأني. هنالك نفوس معينة قد لا نصل إلى تفكيرها. إن لله عبادا فطنا، طلقوا الدنيا وخافوا الفتنا، نظروا فيها حسبوها لجة اتخذوها حسبوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا. هنالك أناس قد لا نصل إلى تفكيرهم، هو يريد الراحة في الدنيا، ليس ذلك واجبا، نعم يريد الراحة، الطريق الأريح، وعسى أن يكون مجازا بخير بإذن الله على مقصده، ولكن الآخر لا ينظر إلى هذه الأسباب، أسباب الراحة هذه، ما دام يحقق مقصودا آخر له، وهو أنه يلتزم بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء الصالحون كثيرون بفضل الله تعالى، وإلى يوم الناس هذا.